زميلنا شريف شعبان من أرض الملعب يقول لنا أيضا ماذا يحدث في أرض الملعب. زكا شريف تفضل. زكا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت، الواحد فرحان جدا. استاد القاهره، وما ادراك استاد القاهره. طبعا تالقت وكان نجوميتك كلها كابتن اسلام كانت في هذا الاستاد العظيم، الاستاد المرعب اللي بيرعب جميع الفرق اللي فيك تلعب الفرق المصريه في هذا الاستاد. فخر مصر كلها، واحد وحش استاد القاهره. ويا ريت يا رب كده تكون كل مباراه النادي الاهلي في هذا الاستاد العظيم، الاستاد المرعب لكل الفرق اللي ممكن تلعب فيه الانديه المصريه، راسهم طبعا النادي الاهلي. شريف، يعني اولا وحشنا جدا والحمد لله على سلامتك، ولكن النهارده الحقيقه عوده مره اخرى للاجواء المحليه وبعد الاجواء الافريقيه في المباراه الاخيره. النهارده الاجواء ما قبل المباراه، زي ما انت قلت، استاد القاهره منذ مده طويله جدا النادي الاهلي لم يلعب في استاد القاهره في المباريات المحليه، وبالتالي الكل ينتظر ايه هي اجواء هذه المباراه. خليني اقول لك، طبعا النهارده يوم النادي الاهلي، او كلمة اسلام، خليني اعرفك على فريق بني سويف. يمكن الجماهير الاهلاويه ما تعرفش فريق بني سويف قوي، يمكن انا متابع شويه الممتاز بيه، وخصوصا مجموعه الصعيد. يمكن بني سويف بينافس على الصعود من الموسم السابق، يمكن الموسم ده بادئ بكل قوه، يمكن بيقوده طبعا فنيا الكابتن حسن موسى، ومعاه مدرب عام نجم النادي الاهلي الكابتن طبعا ابو المجد مصطفى. يمكن طول مشواره في الدوري هو يمكن في المركز الثاني، وليه مباراه مؤجله مع فرقه يمكن ضعيفه مستوى، لو كسبها، عشان عنده طبعا مباراه الاهلي لو كسبها هيتصدر هذه المجموعه. يمكن هو بيلعب في الدوري ب 3-4-3، يمكن اشبه او الاكثر ميال شويه ل 3-5-2، وفي الكاس لعب ب 4-2-3-1. يمكن زي ما قلت لك بادئ السنه دي موسم كويس جدا. يمكن عندهم يمكن العقود في مجموعه الصعيد، يمكن اقصى عقد بياخد مثلا اللعيب 200,000 جنيه، وده رقم بالنسبه للصعيد رقم كبير. مكافاه المباراه حوالي 2500 جنيه في المباراه، يمكن عكس مجموعه القاهره وعكس مجموعة بحر، الأرقام أعلى من كده بكتير. يمكن هو بدأ في الكاس بسوهاج وكسبها بعد طبعا بضربات الترجيح، المنيا 4-0، يمكن عرب الرملة 4-1. يمكن مشواره في الكاس كويس جدا، يمكن عنده خط هجومي قوي جدا، عنده طبعا هدافين، عنده محمود فكري 4 أهداف، لعيب قوي، عنده كريم أشرف كان من ناشئين النادي الأهلي، عنده أيضا 3 أهداف، عنده خط هجومي قوي، عنده خط دفاع قوي جدا، يمكن الأقوى في هذه المجموعة. يمكن دي كانت يمكن نظرة على فريق بني سويف القوي اللي الناس بتستهين بيه، ولكن لا، فريق قوي جدا وفريق محترم، وممكن النهاردة بإذن الله يكون ندي للنادي الأهلي. نتمنى النهاردة النادي الأهلي يفوز، والنادي الأهلي يتخطى عقبة بني سويف ويتأهل إلى دور ال 16. النهاردة يوم النادي الأهلي كان بادئ في 9 صباحا في بوجبة فطار إجباري، ويمكن الغداء كان الساعة 1:30 ظهرا، يمكن المحاضرة كانت الساعة 45 دقيقة. يمكن الراجل ما طولش في المحاضرة، مستر فايلر اتفرج على اخر مباراه لفريق بني سويف اللي كان بيلعب فيها فريق الاعلاميين في الدوري الممتاز، ويمكن قدر يفوز بني سويف بهدفين مقابل هدف. يمكن اتفرج على ملخص لهذه المباراه، اتفرج بعض اللاعبين طبعا، او اللاعبين اللي هيبداوا النهارده بعض من هذه المباراه، وحذرهم من خطوره الفريق، وقال لهم باذن الله لازم نحترم الفريق من اول دقيقه عشان نقدر نفوز في هذه المباراه الصعبه من وجهه نظره. يمكن من فندق الاقامه الى ملعب المباراه خدنا حوالي 15-17 دقيقه، يمكن الدنيا كانت زحمه شويه، بس الحمد لله قدرنا نوصل بسرعه. زي ما تفضلت وقلت تشكيل النادي الاهلي، يمكن طبعا ايه اللي حبيت اقوله لك كابتن اسلام، حراسه المرمى شريف اكرامي، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، عمار حمدي، حسام عاشور، ديانج، الشحات، وليد سليمان، الشيخ ازارو، بدلاء النادي الاهلي علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، احمد فتحي، جيلاردو، صلاح محسن، مروان محسن. يمكن تشكيله او طبعا بفريق بني سويف، علي محمد محفوظ، مصطفى صلاح، محروس محمود، عبد الواحد عبد العزيز، هشام محمد البدري، علي محمد، نصر رمضان، محمود ابو بكر، كريم اشرف، مصطفى صلاح. يمكن دي الفريق اللي هيلاعب النادي الاهلي، اول 11 لعيب اللي هيلاعبوا النادي الاهلي في هذه المواجهه. استاد القاهره ما شاء الله حدث ولا حرج، يمكن هو فاضي للاسف الشديد، يمكن بتتكلم ما فيش 300-400 واحد يمكن في استاد القاهره العظيم. ارضيه الملعب حدث ولا حرج، حاجه ما شاء الله عالميه، استاد بيواكب دلوقتي التطور العالمي لجميع الاستادات، مدخل الاستاد، غرف ملابس الاستاد، حاجه بجد شابوه للقائمين على اداره استاد القاهره. معاك كابتن اسلام، لو اي استفسار معاك. أنا بشكرك جدا يا شريف على مجهودك الدائم معانا خلال هذه الفترة، وإن شاء الله لو في أي جديد هنرجع لك مرة أخرى. زميلنا شريف شعبان.